أنا على العادة ترى واو وقصيد. في الليل أناظر مذبحة قصر الرحاب وشلون تطفي جذوة المجد التليد، وفتح أبواب التأمل باب باب، شفت القناعة حكمة وراي سديد. ترى الطموح اللي تحفله الركاب ويجر فيه الصوت ويطق اللبيد، أشبه بمسك الظل في حال اقتراب، ما هناش نقرب منه لكنه بعيد. حتى ترى المستقبل أشبه بالسراب، تبدأ تلاحظ فيه لينك تبيد. يا أخي ترى حتى ولو أنك شباب عادي تجي عندك قناعات العويد. أنا اكتفيت وصرت حر وبالي طاب، بالاكتفاء تعيش هارون رشيد. مو ما تقدر تصلك ثياب، لا لا، مشي وضعك ولك ما تريد. لأن بعض الناس في وهم وعذاب رغبته بس يصنف الأكثر رصيد. إنك تبي تطلع غني فيها جواب، إنك تصير أكثر غنى وش تستفيد؟ أكثر غنى يعني ترى أكثر اضطراب، يعني تخاف ومعك تدقيق شديد. دوستوفسكي مقولة من كتاب، اللي ما يحتاج القفل هو السعيد. أظنه كتاب الجريمة والعقاب، أنا ترى قوت سذم هو بكيد. وهذا صحيح، التاجر يحسب حساب ويزال بالأفكار في جهد جهيد. خذ لك تعب، خذ لك قلق، خذ لك رهاب، ولا يفرح قلبه الشيء يزهيد. تلقى جاكيته ريش وز وجلد داب، سيارته رز رايز، سنه وحيد. استنفد المتعة وذوبها وذهب، ينقص في حال انه يرى نفسه يزيد. انا ترى بشعور يعيش اغتراب، تصدق ما ودي اصير الوليد. بالله وش ادور؟ ملل، ضغط، اكتئاب. والله ما بعدك عن العمر التالي، هذاني مستانس وانا قاعد في التراب. وبريزي ستيل وشوف العروة حديد. وافرح لو بروح اكمل لي زهاب، وافرح لو بشري لي بالقاط جديد، واسهر لناظل برق في عرض السحاب، وادله لخدت البندق ودليت اصيد. مو بغصب تجيب شيء ما يجاب، اهم حاجه تطلع انسان سعيد.